أنا 8 فبراير اليوم العالمي اللي شو تعرفين؟ أكيد عارف لأني سفيرة في الحياة الرقمية الآمنة، بس خلنا نشوف إذا الناس يعرفون. يلا خلنا نشوفهم. 8 فبراير اليوم العالمي اللي شو؟ يوم الأخوة. شو؟ ما أدري والله. اليوم العالمي للبيئة. والله بصراحة ما أعرف. الحين قاعد أدور ناس ما حد عارف الإجابة. ما حد. 8 فبراير أي يوم عالمي؟ صح كلامك، شكراً. شيء تستخدم فيه التلفون والكمبيوتر؟ ما عندي فكرة صراحة. أنت غشيني، يلا قولي. بابا ممكن أسألك سؤال؟ 8 فبراير يوم العالمي لشو؟ لا تصير تغش بابا بليز. بابا بقول لك الإجابة. زين، اليوم العالمي للإنترنت. صح، اليوم العالمي للإنترنت الآمن. ونحن بهذا اليوم كسفراء الحياة الرقمية الآمنة بنكون متواجدين في مركز رحمانية التجاري للتوعية والتثقيف ولقائكم.